بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم في قناة خلطة بتيت اليوتيوب. هنتكلم النهاردة عن وفاء سلطان، اللي لازم نحكي عنها شوية قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا، اللي فيه اسرار وحكاوي كتير قوي، وهجوم على الاسلام من قبل وفاء سلطان، وهجومها على الشيخ عبد الله، وتلفظ بالفاظ غير لائقة تماما. هنتابع مع بعض. الاول وفاء سلطان دكتورة، لها فضائح كتيرة جدا في هجومها على الاسلام وعلى الأفكار الإسلامية كلها. هنتكلم عنها. هي اتولدت في سوريا وعندها دلوقتي 63 سنة، وهجرت هي وزوجها، هي مسيحية، اتجهت للولايات المتحدة الأمريكية وخدت الجنسية الأمريكية. دكتورة أمراض نفسية وعصبية وعقلية، واضح إن ده أثر على شخصيتها كتير جدا. هنتكلم عنها واستضافة باسم سام ليها على قناته بعد مباشرة سلسلة الفيديوهات اللي عملها على الشيخ عبد الله رشدي. تعالوا مع بعض نتابع الحلقة. وهو الذي كان يمسح مؤخرته بحجر عندما يتغوط وراء الكثبان الرملي. ايه ده؟ ربطة عنق وطقم وقميص مكوي. حاجات بس عن قنوات، عن قناة سام، اللي اعوذ بالله، يعني الراجل كده حاجة غريبة. سام، باسم سام، هنتكلم عنه، مش هنسيبه برضه. تعالوا بقى نتكلم على قناة الفكر الحر، وديت اللي بدأت تسير القضية بتاعة الشيخ عبد الله. هنجيبها لكم مع بعض ونشوف الفكر الحر دي بتتكلم عن ايه. تعالوا مع بعض بس نشوف فيديوهاتها. بس يا سيدي، هو يعني كان الأول قبل القضية بتاعة الشيخ عبد الله، كان الراجل بيتكلم عن الشيخ عبد الله وجايب ناس تنتقده بشكل سخيف جدا. هو انا بيهاجم الازهر. تعالوا بس نشوف كده، لو انتوا شايفين معايا، مش عارف هيبان ولا لا، دي قناته، بيهاجم الازهر. تمام. طب تعالوا بقى نفتح فيديو من فيديوهاته كده، بس انا عايز اقول فيديو قديم بيهاجم فيه عبد الله رشدي قبل الهيصه والفبركه اللي بتحصل. هو مش عاتق حد يعني، ويدافع عن ابراهيم عيسى. هي قناة يعني ربنا يعلم بيها، واضح ان هو كاره جدا للاسلام. ما هو الناس دي افكارها، استغفر الله العظيم يا رب. عقبال ما نتجمع هقول لكم بس على الفيديو اللي بنتكلم فيه عن الموضوع ده. ان هو بيتكلم برضو عن عبد الله رشدي، وجايب واحده، يعني مش عايز اقول لكم، وفاء سلطان، جايب واحده اسمها وفاء سلطان بتنتقد الشيخ عبد الله رشدي. هي تقريبا لبنانيه، بس عايز اقول لكم يعني اجرك الله عنها، يعني أمانة حاجة كده، سبحانك يا رب. أنا هنا لأواجه من تبقى من تلك الأمة يحتفظ بالحد الأدنى من ملكاته العقلية. يا سلام. الحوار مع عبد الله رشدي ومع أمثاله هو ضرب من المحال ومضيعة للوقت. ايوه. واستنزاف لطاقاتي. طاقتك ايه يا حاجه؟ طاقتك ايه وانت عندك طاقه؟ بص يا جماعه، الحوار ده ملخصه بتهاجم الشيخ عبد الله، وبتقول لك الحوار معاه لا، فبتهاجم شخصه. طب انت ليه خايفه من الحوار؟ طب ما تتحاوري معاه، ايه الراجل المشكله اللي عملها في حياتك؟ 4 اسابيع قبل القضيه، تمام؟ من 4 اسابيع والراجل ده حاطط عبد الله رشدي. الراجل ده عنده 36,000 مشترك، كان عنده 35-34,000 قبل ما يتكلم عن الشيخ عبد الله رشدي، او ما اتكلم جول 2000 مشترك. ما هم الناس بتزيد في الزيطه. للاسف انا مش هطول عليكم، تعالوا بس تعالوا بقى نزود كده شويه. القصه في نفس الطفل عبد الله رشدي، هي رجعته من اول الطفل بقى لحد ما هو طفل. لا اشك لحظه واحده انه قرأ قصة عصماء بنت مروان، وكيف أرسل نبيه جنوده فوجدوها وهي ترضع، غرزوا السيف في صدرها وعادوا إليه يكبرون. دي القصة دي إن شاء الله، دي القصة ده أول مرة نسمعها. أنتوا مش بتشككوا في السنة؟ دلوقتي بتقولوا حاجات عن الرسول وعن جنود الرسول. كمل. لا يتناطح بها عزان. لا شك أن الطفل
عبد الله رشدي قرأ هذه القصة، لذلك بإمكان كل مشاهد أن يتخيل وقع تلك القصة على ده ايه ده؟ نفسية هذا الطفل. ده ايه الغل اللي جواكوا ناحية الراجل ده؟ ده ايه للطفل ده؟ للطفل لا في فيديو عبد هعمله عن الله الموضوع ده لوحده. رشدي. Not even يظهر فيه مقتلة تافهة، من أين له رد عنه؟ وهو الذي كان يمسح مؤخرته بحجر عندما يتغوط وراء الكثبان الرملي. ايه ده؟ ربطة عنق وطقم وقميص مكوي عنق. وهو الذي كان يمسح مؤخرته بحجر عندما يتغوط وراء الكثبان الرملي. ايه ده؟ ربطة عنق وطقم وقميص مكوي. ولكن ما هو الواقع الذي القميص مكوي، يعني جرافطة يا عبد الله، يا شيخ عبد الله، وقميص مكوي، وكنت بتمسح مش عارف ايه بحجر. شوف الناس، شوف السفاهة. كملوا كملوا بس بالله عليكم. يعيش فيه الطفل عبد الله؟ لا شك أنه رابطة عنق، ينام ده أي حد على دلوقتي بيجيب رابطة فراش عنق، ده دي ب 90 ليس جنيه. أنظف من الشارع الذي يعيش فيه، دخلت على الشارع كمان. ويدخل إلى جامع ليس أنظف من الفراش الذي ينام عليه. لا إله إلا الله. الأوساخ تأكلهم اتفضلوا بتتكلموا ايه؟ أينما حلوا بيتكلموا عن ايه دول؟ وأينما نزلوا. انا بتكلم عن الجامع، الجامع تتناقل اوسخ من على الفراش اللي قاعده عليه. الإنترنت، على وسائل السوشيال ميديا، وسائل التواصل الاجتماعي، صور من شوارع ومن جوامع المسلمين تقشعر لها الأبدان. قدام مين يا حاجة؟ ده انا لما شفتك شعر بدني. ايه يا ست، انت مجنونة؟ ايه الكلام ده؟ تخبيط يا جماعة، مش تخبيط ده، بس انا عايز اعرفكم حاجة. الموضوع مش موضوع عبد الله رشدي والله، والقناة دي بالذات مش حكاية عبد الله رشدي. القناة دي بتضرب في ثوابت الاسلام. القناة دي مش عاجبها اي حاجة خالص عن الاسلام، بيجيب الملحدين ويجيب الناس وبتتكلم على عبد الله رشدي ورابطة العنق. رابطة العنق هو ده اللي مضايقك؟ القميص المكوي؟ طب ما انا قميص مكوي اهو، والله العظيم قوي الصبح اهو، قوي. والجرافطه دي ب 90 جنيه، يعني مش فلوسي اللي هي يعني واو يعني. والبدله دي كلها ما تطلعش ب 600 700 جنيه، يعني مش القصه. بيركب هو بيلبس هو ايه ولا بيعمل ايه؟ انت ما تتكلم عن محمد رمضان اللي جايب عربيات بسم الله ما شاء الله بملايين. هو ده انا عايز اثبته يا جماعه. هعمل لكم حلقه عن الموضوع ده، انا حابب ان بس يكون مباشر قصير عشان خاطر يبقى بسيط جدا لما تيجي تتفرجوا عليه، ويبقى فيديو بعد كده. كان معاكم هيني، اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم. متشكر جدا للاستاذه بوبا الوحيده تقريبا اللي شافت البث، لكن ان شاء الله هنعمل بث تاني جديد، ودي البدايه بتاعتنا. وهعمل لكم فيديو جديد عن وفاء سلطان اللي بتهاجم الشيخ عبد الله عشان قميصه ماكو وجرفطته، وكان بيخش الجامع اللي هو انظف من البيت اللي كان بين، سوري، البيت بتاعه انظف من الجامع اللي بيخشه. سبحان الله، ده تحليق. وصلتكم معلومة. سام باسم سام صاحب قناة الفكر الحر، اللي فجر القضية عن طريق جيهان اللي بتدعى على الشيخ عبد الله، تمام. هو ده، هي دي فيديوهاته، وهي دي الناس اللي بتستضيفها. كان معاكم هاني، شكرا لكم، حفظ الله، سلام عليكم.